عليكم اخواتاتي واخوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ الصحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المهم البنات، اليوم غنقترح عليكم هكا الحوت، هكا السردير، المهم اللي متوفر عندكم. المهم غندير السردير وشويه ديال السمطه هكا مقيين ومغسولين مزيان، ودرنا لهم شويه الخل. المهم غادي نديروه في الفران هكا صحي بدون زيت. المهم غنديرو غير شوية الزيت البلدية في الطشميلة، صافي، ما غاديش نقليوه ما والو، غنديروه في الفران ان شاء الله. غادي نديرو اليوم ان شاء الله الفطور ديالي. كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، الله يتقبل صيامنا وصيامكم ان شاء الله يا ربي. المهم نبداو على بركة الله. عندي هنا درت شوية ديال الربيع، قزبر ومعدنوس هكا مقطعين، درت شوية ديال الملح، شوية ديال الابزار، شوية ديال الطحميرة، شوية ديال الفلفل بلدي، شويه ديال الكمون، المهم الثومه بودره الى متوفره، حيت على حسب درت الثومه ما درتش، درت شويه ديال البصله هكا بودره وصافي. وقزبر يابس، ما عرفت واش قلت ولا لا، القزبر يابس صافي. غادي ندير عصير الحامض وشويه ديال الزيت البلديه، صافي. غادي نخلط هاد العناصر مزيان، نزيد بقى شويه ديال الزيت، صافي. وغادي نشغل فيه هاد الحوت، المهم البنات غادي نكمل بهاد الطريقة حتى نكملو كامل ونخليه يتشرمل شوية، وديك الساعة نتلاقى معكم إن شاء الله. المهم اليوم غنشارك معكم فطوري خفيف ظريف ديال رمضان إن شاء الله. أنا البنات رجعت معكم بعد ما خلينا السردين كيتشرمل وداك السمطة ديالنا. المهم درت غنديرو بطاطا فريت في الفران حتى هي صحية، درنا الماء غليان هكا في الكاسونة، المهم حتى غلا لينا مزيان. غادي نضيف ليه الملحة شوية، في الباقي غنزيدو الملحة على البطاطا، وغادي نديرو شوية ديال الخل، واحد معلقة كبيرة هكاك ديال الخل وصافي. المهم حتى يغلى لينا الماء عاد نديرو هاد العناصر، وغادي نديرو البطاطا هكا كنقطعوها شويه غليظه، المهم متوسطه ما غليظاش عاوتاني بزاف، ونديرو الكميه اللي بغينا ديال البطاطا على حسب الافراد الاسره، صافي. البنات دابا غادي نخليها واحد 5 دقائق، المهم ما تكونش 5 دقائق، تقريبا 4 دقائق هكاك صافي. غادي نصفيها ان شاء الله ونتلقى معكم باش نشوفوا التتمه. انا البنات المهم انا وجدت اللاطا باش نديرو فيها الفريت، المهم غنديرو شويه ديال الزيت البلديه في اللاطا هكا، كتلاحظوا. دابا غادي ندير البطاطا ديالي، كتبقى البنات باقي شاده في راسها، كتلاحظوا ما تكونش طايبه بزاف. دابا غادي نضيف شويه ديال الملح عليها هكا، المهم الملح على حسب ذوق كل واحد، حيت سلقنا غير شويه ديال الملح. ندير شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره، you
خرقوم بلدي غير شويه، حيت التحميره كافيه كتعطي البطاطا ملي تطيب. المهم البيض دابا غادي نضيف شويه ديال الزيت البلديه عاوتاني من الفوق هكا، ولا بغيتو شويه ديال الزعتر كديرو شويه، الا ما بغيتوش بلاش صافي. وغادي نخلط هكا، بما انا كنخدم على البنات بيديا حيت كلشي كنحس بيه بيدي، الملعقه الطوب المعلقه راه ما غاديش تخلط لكم مزيان، وكتخلطوا هكا باش تخلط مع الزيت وكلشي. صافي دابا غنقدو هكا في اللاطه يكونوا متساويين، ما تكونش وحده على وحده باش يطيبوا، يكونوا هكا متساويين في اللاطه مزيان صافي. المهم غنقدها البنات وغادي نشعلو، المهم تاع نقلبو ان شاء الله نفطرو، تتقلب واحد نص ساعه هكا، تبقى لي نص ساعه هكا، وديك الساعه غادي نديروها في الفران يكون سخون مزيان، ضروري يكون سخون مزيان، وندخلوها تكون عافيه هكا متوسطه، المهم تكون مجهده شويه، ما تكونش عافيه مليله حيت راه دغيا كطيب ما كتاخذش الوقت بزاف، وكنحركوها هكا مره مره باش تطيب لينا صافي. تتحمر لينا وديك الساعه ان شاء الله راه غادي تشوفوها في الاخر كيفاش كتجي. بالنسبه للبصل البنات غادي نطقد لينا مزيان، المهم كتقليو غير شويه واحد ربع ساعه بحال هكا. خديت الفينو البنات، هذا الفينو مغربل، دابا غادي ندوز فيه الحوت ديالي هكا مزيان. صافي وكنحطو في اللاطه. بالنسبه للاطه البنات راه مدهوناش ما والو، عاديه ما درناش فيها الزيت، المهم راه ما مدهوناش. غادي نكمل بنفس الطريقه، كندير الفينو مزيان هكا بالنسبه للسردين كندير ليه بحال هذا الشكل هكا. صافي البنات ها هو الحوت ديالي كملتو صافي، غادي وقت ما غادي ندخلو يطيب راه كنشعلو الفران يكون سخون مزيان، ونقصو عليه شويه ونخليه يطيب حتى يتحمر لينا، وديك الساعه نقدمو ان شاء الله. المهم نمشيو نوجدو حاجه اخرى ان شاء الله للفطور، المهم غادي ندير غير شي حسوه هكا ديال الشوفان، ويمكن نديرو شي سلطه هكا ساهله هكا ديال الخس ومطيشه والخيار صافي. بالنسبه للبنات الحسوه ديال هذا الشوفان غندير الماء حتى يغلي، غادي ندير الملح على حسب الذوق، غندير شويه ديال الزيت البلديه غير شويه، وندينا الشوفان، هذا الشوفان هذا الصغير ماشي داك الكبير. المهم دابا انا غادي نديرو ونحرك، المهم كديروه هو راه دغيا كيتقرى البنات، ما ديروش بزاف غير على حسب القياس الماء اللي درتو صافي. كنزيدو كنحرك حيت ملي غيطيب راه كيتقاد، دابا غنخليه يطيب وما كياخذش الوقت بزاف، واحد 20 دقيقه بحال هكا. هي البنات الحسوه بعد ما طابت ديال الشوفان، دابا غادي ندير شويه ديال الزعتر هكا غير اختياري اللي بغا يديرو صافي، وغنزيد ليه شويه ديال الحليب. اللي عندها داك الحليب المركز غير المحلى هذاك اللي سميتو بوريسينو
هو ديرو كيجي فيه زوين صافي. وغنخلي دابا تغلى صافي ونطفي عليها ان شاء الله. هذا هو فطورنا البنات، راني ساليت الحمد لله والشكر لله. المهم هنا درت غير سلطة هكا غير سلطة هكا عادية ديال الخيار والخس ومطيشة، درت ليها غير الخل وشوية الزيت البلدية والملحة والبزار وشوية الكمون وشوية ديال القزبر يابس، ودرت فيها الخل يعني ما الخل يعني مع عصير الحامض اللي متوفر عندكم. المهم هنا غير البانكيك حطيته على حساب البنات، شط ليا البارح وجبت ليه الشكلاط وحطيته اليوم. المهم ها هي الحسوه ديالنا عاديه كيف كتلاحظوا. هنا درت غير عصير الليمون عادي، عصير الليمون عادي معصب، شويه التمر، وهذا هو الحوت ديالنا البنات. شفتوا كيف كيجي؟ راه مقرمش وما فيهش قطيره الزيت، كيجي صحي وزوين كيف كتلاحظوا معايا، راه طايب وما فيش الزيت نهائيا. المهم هذا فطور صحي، كنتمنى يعجبكم ان شاء الله، خفيف ظريف وبسيط. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم البنات، شاركت معكم غير فطور هكا صحي. المهم البنات غادي نقفل معكم هذا الفيديو هنايا ان شاء الله، بالصحة فطوركم اللي صايمه الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. المهم البنات نسيت ما قلتش لكم بالنسبه للبطاطا، حتى هي هي كتجي صحيه وزوينه هكا حتى للوليدات، ما كنقليش انا بزاف في الزيت. المهم هذا ما كان البنات. وبالنسبه نسيت البنات بالنسبه للطا، فاش درنا الحوت رشوها بشويه ديال الفينو، حيت نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، ما دهنوهاش غير بالزيت، درشوا غير الفينو وصافي عاد سدتوا فيه الحوت ديالكم. هذا ما كان البنات، كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم ان شاء الله. خليت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وبسلامه عليكم.